أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها وتضامنها مع كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة بلجيكا وبلقية لوكسمبورغ ومملكة هولندا في ضحايا الفيضانات المروعة وتضرر بعض المناطق والتي أسفرت عن وفاة وفقدان عدد كبير من الضحايا. وقد ارتفع عدد القتلى في أوروبا إلى 108، وفي ولاية شمال الراين بلغ عدد القتلى حتى الآن 43. هذا وتواصل فرق الإنقاذ جهودها فيما يتوقع استمرار هطول الأمطار في أجزاء من غرب ألمانيا، حيث يرتفع منسوب المياه في نهر الراين وروافده وبشكل خطير.